السلام عليكم معاكم ميس هيام شعيب اهلا وسهلا بكم طلبة وطلبات صف الاول الاعدادي النهاردة ان شاء الله هناخد يونت 2 فوكاب في English World 7 يونت 2 بعنوان سيتي لايف او حياة المدينة if you live in a city do you like it يعني لو انت عايش في المدينة عجبك بتحبها why ممكن نقول because of its wonderful buildings it's large malls and shops حاجات كتيرة صح؟ طيب why not؟ ممكن نقول because it's noisy it's crowded it's polluted مش كده؟ you are going to read a story that is set in a city يعني دلوقتي هنقرأ story ال setting بتاعها او المكان فين؟ في ال city في المدينة it's about a boy called philippe okay هنشوف بقى ال story دي عن ايه بس قبل ما نبتدي الستوري بتاعتنا لازم نعرف انها descriptive writing او كتابة وصفية علشان كده هنشوف فيها things that we see things that we hear and things that we smell والستوري بتاعتنا النهاردة باسم the man at the fountain طبعا عارفين fountain يعني نفورة والsetting او المكان at the city زي ما قلنا والtime in the past المعاد طبعاً في الماضي علشان كده هنا بنستخدم the past simple وال عليه red circle ده هو ده إيه the man at the fountain وعندنا شخصيتين تانيين اللي هما اللي عليهم green circle هنعرف هما دول مين دلوقتي. Philippe was standing by his cousin's newspaper stall when he noticed the thief. Philippe ده أول شخصية عندنا غالباً هو فرنسي لأن فيليب ده اسم فرنسي. و standing by stand by يعني يقف بجانب ايه his cousins طبعا كازن cousin يعني ابن عم او ابن خال صح نيوز بيبر ستول اللي هو كشك الجرايد ممكن نقول عليه برضو نيوز stand ستاند he noticed عندما لاحظ ذا ثيف اللي هو ايه الحرامي يبقى كده عندنا كام شخصيه عندنا فيليب وعندنا هيز كازن وعندنا ذا ثيف طب نقول الجرامر بسرعه

he noticed لاحظة ده الأكشن الشورت أكشن أكشن قصير اللي قاطع اللونج أكشن الفليب كان بيعمله ، فعلشان كده الأولاني بيبقى past continuous وبعدين when والتاني اللي قاطع الأكشن الأولاني بيبقى past simple طيب فليب knew he was a thief knew طبعا الباست بتاع نو هو عرف إن الراجل ده حرامي ليه؟ because his picture was in the newspapers علشان صورته كانت في الجرايد in fact احنا بنقول كده in fact يعني في الحقيقه his picture was in every one of the newspapers صورته كانت في كل سوق في كل جرنان من الجرايد that his cousin was selling الجرايد اللي ابن عمه ده وابن خاله كان بيبيع at this very moment في الوقت الحاضر طيب the square was bustling on this hot afternoon square هنا بمعنى الميدان was bustling bustling دي adjective احنا قلنا دي descriptive writing فكلها adjectives كلها وصف bustling يعني busy أو crowded زحمة جدا مشغولة بالناس on this hot afternoon ده طبعا برضو ايه وصف بيوصف ان هي ايه it's very hot several stalls were selling cold drinks and snacks العديد من ال الكشاك selling بيبيعوا بيبيعوا ايه cold drinks مشروبات طبعا ساعة ال adjective أهو بنوصف ال drinks إنها cold and snacks يعني وجبات خفيفة people were sitting in the shade of the trees الناس كانت قاعدة فين shade في ظل الـ trees الـ الأشجار around the edge حول الحافة وطبعا people ناس ال singular بتاعه مفرده person okay طيب cooing pigeons pigeons يعني حمام و cooing الـ verb coo بمعنى إيه؟ ده عبارة عن verb that expresses sound verb بيدل على ال إيه؟ أو الصوت، أوكي؟ okay? ده صوت إيه؟ صوت البيجن صوت الحمام، cooing pigeons يعني pigeons that are cooing، ال اللي بتعمل صوت الهديل، صوت الحمام مالها strutted hopefully around the benches و strutted ده verb strut بمعنى to walk in a very proud way feeling important يعني بيمشي بشكل ايه proud كده فخور بنفسه شايف نفسه حاجة مهمة ده البيجنز اللي بتعمل صوت الهديل ماشية ايه ماشية تتمخطر اوكي وهوبفل adjective لو عايزين نخليها adverb او حال بنزود لها الواي هوبفل تبقى هوبفلي طيب آه علشان الواي بننطقها اي كانها لونج اي فعشان كده عملنا double لآخر حرف around the benches حوالين البنشات طيب هنا the square أو الميدان وصفنا فيه إيه؟ the stalls اللي هي newspaper stalls وال stalls that were selling cold drinks and snacks صح؟ ووصفنا ال people اللي هما people that were sitting in the shade of the trees وصفنا ال pigeons إنها cooing أو تعمل صوت الهديل و strutted قولنا بتتمخطر around the benches طيب نسأل على الجزئية دي: How did Philip know that the man was a thief؟ عرف إزاي إنه thief؟ قلنا Because his picture was in the newspapers. طيب was the square empty or busy؟ قلنا طبعًا it was busy, it was bustling، فاكرين؟ طيب، how was the weather like؟ الجو عامل إزاي؟ قلنا it was hot وكل الأسئلة اللي في الفيديو هنا بتبقى من الستودنت بوك والورك بوك طيب نكمل buses with dusty windows were cruising around the square يعني الاوتوبيسات ذات الشبابيك المطربة المطر... dust يعني تراب dusty مطرب يبقى ده كده ايه adjective اهو were cruising و we'll cruise بمعنى to travel smoothly and easily بمعنى يسافر بسلاسة وبسهولة يعني يجوب around the square حول الميدان they wove their way wove the path بتاع ويف okay wove their way بمعنى ان زي ما الدنيا تبقى زحمه كده فاحنا نعمل ايه نضطر ان احنا ناخد طرق غير مباشره علشان نوصل للمكان اللي احنا عايزينه فهم they wove their way من ده معنى ان هو ايه الدنيا زحمه قوي through the never ending flow of traffic يعني الاتوبيسات اخذت طرق غير مباشره بين ال never ending يعني ال الذي لا ينتهي flow of traffic اللي هو تدفق المرور وهنا كده adjective احنا وصفنا تدفق المرور بأنه لا ينتهي never ending now and again one stopped under the trees now and again يعني من حين لآخر one اللي هو أتوبيس من الأتوبيسات stopped under the trees بيقف تحت الشجر its engine hummed noisily الانجين بتاعته المحرك همد وهم ده من ال verbs that expresses a sound ال verbs اللي بتاع اللي ايه اللي بتعبر عن صوت وهم بمعنى يعمل ضوضاء بسيطة ضعيفة يعني مش صوت عالي بس مستمر وده صوت المحرك بيعمل هم يبقى the engine همد اوكي نويزلي ده طبعا adverb بمعنى ايه بضوضاء as the doors hissed open the doors hissed open hissed اللي هو ايه صوت صوت الباب الباص وهو بيفتح blue gray fumes rose into the air fumes العوادم عوادم الاتوبيسات وصفناها انها blue gray يعني رمادي مزرق rose ده الباص بتاع rise يرتفع rose into the air ارتفعت في الهواء their oily smell السمل -smell بمعنى الرائحه oily Oil زيت و oily زيتي رائحه رائحه ايه بقى؟ الفيومز العوادم okay mixed with mixed with يعني يختلط ب the scent of roses scent بمعنى smell رائحه ال roses اللي هو الورد البلدي that drifted from the flower seller's stall we drift the verb بمعنى to go slowly without a clear direction يعني الرائحة تذهب ببطء بدون اتجاه ايه واضح طبعا الروائح بتروح بدون اتجاه معين يعني فالريحة العوادم الزيتية اختلطت مع ريحة الورد اللي بينجرف ينجرف من the flower sellers stall او كشك بائع الورد waiting passengers passengers الركاب بمعنى wait passengers that are waiting passengers اللي منتظرين الأتوبيسات pushed their way onto the bus يعني اندفعوا نحو الأتوبيس while others الباقيين اللي كانوا جوه الأتوبيس left it سابوه خرجوا and hurried away across the square hurried away بمعنى يسرع بعيدا نحو الميدان وبكده وصفنا كذا حاجة في الباصز أول حاجة ال windows the dusty windows وصفنا ال engines قلنا it's engine hummed noisily وبردو وصفنا ال doors إنها its doors hissed open ووصفنا الفيومز العوادم إنها blue gray that rose into the air وقلنا برضو إنها it has an oily smell that mixed with the smell of the roses فاكرين طيب عندنا هنا سؤال Where did the buses stop? قلنا فين؟ قلنا under the trees. Excellent. نكمل? Nobody was taking notice of the thief. اولا nobody ده بيبقى singular. Nobody يعني مفيش حد. بس في الانجليش بنستخدمه singular يعني بنحط بعديه is او was. Nobody was taking notice of. Take notice of بمعنى يلاحظ. يبقى محدش كان ملاحظ الحرامي. but Philip didn't stop watching him ولكن فيليب ما ان هو يشاهده ويلاحظه he was difficult to recognize كان الثيف difficult من الصعب to recognize ان هو حد يلاحظه ليه he didn't look exactly like his pictures look exactly like يعني يشبه تماما يعني هو ما كانش يشبه صوره تماما because he was in disguise in disguise متنكر but فيليب knew it was him طبعا knew the past بتاع نو. هو عارف ان هو الراجل ده الحرامي the police were looking for this man all over the city بيدوروا عليه طبعا البوليس look for يعني يبحث عن all over the city حول الايه المدينة في كل انحاء المدينة and now ودلوقتي here he was هو أهو موجود أهو just a few meters from the newspaper stand يعني بضع المترات من الإيه؟ بضع الأمتار من الستاند بتاع الجرايد طب نحل شوية أسئلة Why was nobody taking any notice of the thief؟ قلنا ليه محدش واخد باله من ال thief؟ قلنا Because he was difficult to recognize هو من الصعب إن حد يلاحظه he didn't look exactly like his pictures مش شبه صوره تماما طيب why was the thief difficult to recognize ليه بقى من الصعب ملاحظته قلنا because he was in disguise متنكر طب which people were looking for the man أي نوع من الناس اللي بتدور على المان الثيف قلنا طبعا the police طيب what was the thief wearing بصوا كده على الصورة yeah excellent he was wearing a hat and a coat طيب نكمل he was standing at the fountain in the middle of the square مين هي طبعا الثيف standing at the fountain واقف ناحية الايه النافورة in the middle of يعني وسط square he was almost hidden يعني هو تقريبا هيدن مختفي او مخبأ by بواسطة ايه a group of tourists مجموعة سياح with clicking cameras clicking cameras يعني كاميرات cameras that are clicking و click ده صوت ال... ايه تكتكة الكاميرات they chatted وخدنا chat يعني talk صح يبقى they talked and laughed وضحكوا as they took their photos وهم بيلتقطوا الصور took طبعا الباس بتاع take take photos the square was famous for the fountain الميدان كان famous for مشهور بي الفاونتن النافوره بنقول famous for طب ايه الفرق بين famous و popular famous يعني مشهور ومش لازم يكون محبوب انما popular مشهور ومحبوب طيب travelers to the city always took photos of the fountain traveler أصلها travel ده الكلمة دي هي الروت word أصلها أوكي وزودنا لها ال suffix اللي هو الاندنج اللي بيتحط في آخر الكلمة عشان نكون كلمة جديدة أوكي traveler حطينا زودنا اي er ار ده, ده الايه suffix؟ ماشي زي traveling حطينا ing traveled ed طيب عملنا ليه double l لان ترافل هي ليها تو سيلابلز يعني على مقطعين تتقري على مقطعين ترافل وترافل اخر الكلمه كونسوننت يعني حرف ساكن ال ال واحد حرف ساكن واحد وقبليها حرف متحرك واحد one فاول اللي هو الاي -E. صح فعشان كده عملنا دبل لاخر الكلمه اخر, آخر اصل الكلمه travel هتبقى double L قبل ما نزود لها (ER) ولا (ED) ولا (ING) ولا اي كان ، travel يسافر وترافلرز مسافرين travelers to the city المسافرين للمدينة always took photos دايما يلتقطوا صور of the fountain للنافورة with its beautiful statues النافورة بال بتاعتها يعني تماثيل beautiful statues اهو ده كده ايه adjective التماثيل الجميلة and cascades cascades يعني شلالات مياه صغيرة وهنا عندنا في الستوري الكاسكيدز على شكل ايه؟ إكسلنت على شكل فيش cascades of tinkling water ، tinkling water يعني ايه؟ water that is tinkling يعني بيعمل صوت- صوت كده وهو نازل من الشلالات الصغيرة it was made from white marble احنا بنتكلم دلوقتي على ايه؟ إت ده اللي هو ايه؟, إيه؟ الفاونتن was made from طيب ايه الفرق بين made from وmade of؟ الاتنين مصنوع من بس في فرق في الانجليش made from لو حاجة شكلها اتغير خالص تماماً انما made of لا الشكل برضو هو هو يعني مثلاً اقول this house is made of bricks البيت ده معمول من الطوب وباين هو انه معمول من الطوب انما لما اقول uh, this cake is made from flour, butter, sugar, eggs ما يعني صح فلما الكيكة بتطلع مستوية مش باين بقى كل الحاجات اللي جواها دي فبتتغير تماما شكلها It was made from white marble It اللي هي نافورة مصنوعة من white marble يعني رخام أبيض That glistened Glisten بمعنى to shine and appear as if a little bit wet يعني يلمع ويظهر كأنه مبلول شوية ده بمعنى جليسند يعني من كتر ما هو بيلمع كده تحس إن هو مبلول، هو هنا بيوصف الوايت ماربل الرخام الأبيض على إنه بيلمع like arctic ice زي تلج القطب الشمالي، أوكي؟ وفي الانجليش التشبيه بين حاجة وحاجة باستخدام كلمة like ده اسمه simile تشبيه، أوكي؟ in the four corners في الأركان الأربعة طبعا من النافورة We're huge leaping fish في عندنا huge huge يعني very big leaping fish يعني fish that are leaping وleaping يعني يقفز إحنا دلوقتي بنتكلم عن الكاسكيدز أو شلالات المياه الصغيرة اللي موجودة في في النافورة خلاص اللي هي على شكل huge leaping fish أوكي؟ okay. water spurted سبيرت Spurt بمعنى to flow out very fast يعني تتدفق بسرعة شديدة المية اللي جوّا الفيش بتطلع بتتدفق بصورة سريعة from their gaping mouths يعني mouths that are gaping و بمعنى wide open يعني بقهم اللي ايه مفتوح على اخره يبقى المية بت ايه بتتدفق من بقهم المفتوح على اخره and splashed into the pool splashed يعني بت ايه بتطرطش بتارتش في البول بتاع إنفورة، أوكي؟ okay? in the center of the pool، center of، in the center of يعني في وسط زي in the middle of، في وسط البول. two powerful galloping horses، وكلمة powerful power، dal root word و full dal suffix بقت powerful ذو قوة، أوكي؟ okay? galloping horses يعني horses that are galloping، وgalloping يعني بتعدو. اللي هي إيه؟ جرية الحصان كده، galloping horses، two powerful galloping horses، we're pulling بتجر، أوكي، okay. a magnificent chariot و magnificent يعني wonderful رائع، أوكي يبقى magnificent chariot، و chariot يعني مركبة حربية قديمة زي اللي في الصورة كده بنشوفها في الأفلام الأجنبية الإيه؟ القديمة، أوكي؟ okay. Uh, that was driven by بيسوقها a warrior warrior يعني uh, محارب of ancient times يعني من العصور القديمة يبقى كده بالنسبة للفاونتن احنا وصفنا الستاتشز بتاعته والوارر بالنسبة للستاتشز قلنا في الاربع جوانب من الفاونتن عندنا huge leaping fish we in the center قلنا في عندنا two powerful galloping horses بيجرهم a magnificent chariot بيسوقها a warrior وبالنسبة للwater uh, قلنا water spurted from their gaping mouths المية اللي هي نزلة من ال huge leaping fish طيب نحل شوية أسئلة which people were almost hiding the thief من الناس اللي هما مخبين الثيف يعتبر قلنا tourists with clicking cameras اللي هما اللي السياح اللي بيصوروا بالكاميرات بتاعتهم طب what were in the four corners of the fountain ايه هما اللي كانوا في الاربع جوانب من الفاونتن a huge leaping fish طب نكمل the thief was mingling with the tourists يعني الحرامي mingle بمعنى to walk around among other people يعني يتمشى بين الناس بمعنى ان هو يختلط بالناس mingling with بيجي mingle with the tourists يعني هو بيختلط بالسياح who are throwing seeds to the pigeons اللي بيرموا حبوب لل pigeons الحمام and photographing the elegant buildings around the square واللي بتصور ال المباني ال elegant يعني beautiful around the square حول الميدان Philippe <متحدث> thought about getting closer thought ال past بتاع think هو فكر في ايه getting closer get closer يعني قرب He took a few steps forward. اخذ بضع خطوات few steps forward للامام. Hey, Philip heard his cousin's voice. فيليب سمع صوت الكازن بتاعه بيقول له هاي. Hey, aren't we going to the match؟ واحنا مش رايحين الماتش؟ I will finish here soon. يعني انا خلاص قربت اخلص الشغل بتاعي. طيب جه ميعاد الاسئله. What were the tourists in the square doing? بيعملوا ايه قلنا ال tourists قلنا they were chatting laughing and taking photos others ناس تانيين were throwing seeds to the pigeons صح كده؟ Okay طب okay. why was the thief mingling with the tourists ليه بقى هو بيعمل كده؟ قلنا because the police were looking for him all over the city ده قلنا قبل كده البوليس كان بيدور عليه في كل أنحاء المدينة طيب فيليب نودد يعني هز راسه بالموافقة and looked back at the man بص وراة تاني على الراجل هو sliding a small camera بيعمل ايه بقى sliding يعني بيسحب a small camera ده طبعا وصف للكاميرا اللي ايه اللي معاه from his pocket من جيبه while فيليب was watching بينما كان يشاهد فيليب طبعا بيشاهد اللي بيعمله الثيف he realized أدرك that one building particularly interested the thief إن في مبنى particularly مبنى معين interested the thief يعني اللي الثيف إيه مهتم بي it had six white columns at the front المبنى ده في ست عواميد لونهم أبيض at the front في المقدمة broad steps led up to the massive wooden doors broad يعني wide عريض ايه هو العريض الستبس اللي هي ايه الدرج بتاعه السلالم ليد اب تو ليد طبعا الباس بتاع اليد ليد تو يعني يؤدي الى ليد اب تو يعني يؤدي ايه لفوق في الدور اللي فوق يعني الى ايه ماسيف وودن دورز وصفنا الدورز البيبان بانها ماسيف يعني هيوج ضخمه وودن ايه مصنوعه من الخشب اند بلو اند جولد فلاج وي لونه ايه؟ بلو وجولد أزرق وذهبي was flying above the vast entrance طبعا بيطير فوق ال vast entrance يعني المدخل و vast يعني huge برضو يعني كبير يبقى كده خدنا massive و vast الاتنين بمعنى huge او very big It was certainly a beautiful building يعني من المؤكد ان, إن ده مبنى جميل and a good one to photograph ومبنى حلو أوي للتصوير it used to belong to a duke used to the grammar بمعنى كان زمان وما بقاش دلوقتي خلاص وبعد used to بحط دايما infinitive او مصدر it used to belong to يعني كان ملك لي belong to بمعنى ملك كان ملك لي a duke ومعنى كده ان هو خلاص دلوقتي ما بقاش ملك الديوك وديوك لقب لرجل في بريطانيا قبل على طول اللقب بتاع البرنس اوكي ناو ات واز ا سيتي بانك دلوقتي المبنى بقى بنك وبكده وصفنا كذا حاجه في البيلدينج اولا الكولومز ان هو كان 6 وايت كولومز والستبس اون broad برود ستبس والدورز بتاعتها ماسيف وودن دورز والفلاج بتاعها a بلو اند جولد فلاج رايت وقلنا برضه فاست entrance والبيلدينج نفسه وصفناه بأنه هو a beautiful building and a good one to photograph طيب what was the thief doing قلنا he was mingling with the tourists and taking photos of the square صح كده طيب what did the man do while Philip was watching him الراجل أو الثيف كان بيعمل إيه وفليب بيتابعه he photographed the bank okay طيب who used to own the building؟ building ده كان بتاع مين قبل كده؟ قلنا a duke okay فليب frowned frowned زي في الصورة كده قشر and stared harder at the man stared at يعني بحلق فيه stared harder بحلق جامد في الراجل just then حصل ايه؟ the group of tourists hurried away towards their bus مجموعة التورس هيرد اواي خدناها اللي هو ايه يسرع بعيدا towards their bus نحو الباص بتاعهم startled pigeons يعني pigeons who are startled و startled بمعنى surprised هما اتخضوا ال pigeons اللي اتخضت took off مشوا in a cloud of grey في سحابة لونها رمادي من كتر الايه السرعة يعني the thief was suddenly alone فجأة الثيف بقى لوحده as if he felt Philip's eyes on him كما لو أنه أحس بعيون فيليب عليه the man turned towards the fountain الراجل راح على طول ناحية الفاونتن an ice cream seller زي ما احنا شايفين في الصورة بائع الايس كريم pushed his cart يعني زق الكارت بتاعته across the square عبر السكوير الميدان and stopped in front of the fountain وقف قدام الفاونتن in front of فليب could no longer see the man no longer يعني لم يعد هو لم يعد يرى الرجل When the ice seller moved on يعني لما السيلر بائع الآيس كريم استمر في الحركة the man was gone خلاص كان الرجل مشي واختفى يبقى why did Philippe frown when he saw which building interested the thief؟ ليه فليب كشر لما شاف المبنى انهي مبنى اللي ايه اللي مهتم بيها الثيف قلنا because he realized عشان هو ادرك that the thief was interested in the city bank هو مهتم بالسيتي bank اوكي okay. why could فيليب not see the thief after the tourists left ليه فيليب مش قادر يشوف الثيف بعد ما التورستس مشوا قلنا ليه قلنا because The ice cream seller باع ال ice cream stopped in front of the fountain وقف قدام fountain where the thief was standing where هنا بمعنى حيث حيث كان يقف الإيه ؟ الحرامي What things were being sold in the square ده بقى من أول الستوري خالص الحاجات اللي بتتباع في السكوير square online newspapers cold drinks snacks roses and ice cream اخر جزئية خلاص الحمد لله فيليب فراوند اجان يعني هو كشر تاني وقال perhaps he knew I was watching him he thought بيكلم نفسه بيقول perhaps يعني maybe يمكن هو عارف ان انا بتابعه just then يعني في تلك اللحظة فيليب spotted a movement يعني فيليب spotted يعني saw noticed. او noticed لاحظ او شاف a movement حركة among the trees بين الأشجار بين among the trees at the edge of يعني في حافة the square طبعا الميدان the thief was darting okay towards the main street dart بمعنى to move quickly and suddenly يعني إيه يتحرك بسرعة وفجأة the thief طبعا darting كأنه يعني بيجري كده towards the main street ناحية الشارع الرئيسي that led away from the square اللي بتأدي بعيدا عن الايه عن السكوير خالص it was at that moment في تلك اللحظة that Philippe decided to follow him فيليب قرر ان هو ايه يمشي وراه يبقى do you think the thief knew Philippe was watching him هل تعتقد رأيك انت ان الثيف عرف ان ان فيليب بيتابعه why او why not ليه او ليه لأ انا هقول اه انت ورأيك بقى بقول yes because the man was suddenly gone علشان الراجل مرة واحدة اختفى he darted towards the main street away from the square وراح جاري ناحية الشارع الرئيسي بعيد خالص عن الميدان what did philippe think that the man was planning ايه في اعتقاد فيليب الراجل مخطط له هنقول he thought the man was planning to rob the bank هو بيعتقد ان الراجل بيخطط ان هو يسرق البنك روب بنك يعني يسرق البنك كده خلصنا الشرح يا حبايبي بس في حاجة مهمة في كلمات مهمة قوي محتاجين ان احنا نركز عليهم واحلى طريقة للتركيز على الكلمات دي هي عن طريق الجمل تعالوا كده نجرب الطريقة دي عندنا verbs that express movement افعال بتعبر عن الحركة عندنا ست كلمات اول حاجة strut الاكزامبل بتاعها pigeons strutted around the benches البيجنز إيه بتمشي بفخر حوالين البنشز، أوكي؟ okay? وعندنا كروز بسس were cruising around the square الباصات بتجوب حول الإيه؟ الميدان أوكي؟ okay? يبقى كروز بتيجي مع وسائل المواصلات وعندنا drift the scent of roses drifted from the stall يعني ريحة الورد بتنجرف انجرفت من الايه من الكشك وعندنا spurt water spurted from their gaping mouths يعني المية بتتدفق من بقهم الايه المفتوح على اخره و بتيجي مع المية اوكي okay? طيب mingle the thief was mingling with the tourists يعني الحرامي كان بيختلط بالايه بالتورستس بالسياح وعندنا دارت The thief was darting towards the main street يعني الحرامي كان بيجري سريعا ناحيه الشارع الرئيسي وعندنا كمان هنا verbs that express sounds الافعال اللي بتعبر عن الاصوات اربع كلمات سهلين قوي هناخدهم في السريع كده عندنا coo pigeons are cooing ال pigeons بتعمل صوت ايه الكو cooing بتعمل صوت الهديل the bus engine hummed قلنا محرك الأوتوبيس همد ده بيبقى صوت الايه صوت المحرك اوكي وعندنا ذا باس دور هيست اوبن اللي هو باب الأوتوبيس هيست اوبن بيعمل صوت كده وهو بيفتح واخيرا عندنا كليك تورستس with كليكينج كاميرز التورس اللي عندهم كاميرات كليكينج ده طبعا صوت الكاميرات كليك 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 اوكي